قيل أنزله الله سبحانه وتعالى كل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل نجماً نجماً في سائر الأيام على حسب الأسباب، لأن القرآن نزل مفصل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي ليلة القدر بشكل خاص: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان. طبعاً للعلماء في هذا أقوال، قيل أنزله الله سبحانه وتعالى كل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل نجماً نجماً في سائر الأيام على حسب الأسباب، لأن القرآن نزل مفصل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضاً كان ابتداء نزوله في هذه الليلة المباركة. والمهم أن يحرص المسلم على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المصدر الأساسي لهذه الشريعة، وهو الفارق بين الحق والباطل. وقد أمر المسلمون بتلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، وليس مجرد الذين يقرؤون فقط أو يأخذون ثقافة ومعلومات، الذين يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الحديث المتفق عليه أيضا الآخر واضح، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني حتى الذي يقرأ القرآن ولديه صعوبة في القراءة، إذا كان قصده حسن فتضاعف له الأجور. ولا ينبغي الإنسان أن يتوقف عن قراءة القرآن لأنه لم يقرأ على إنسان متخصص أو لم يعني يجيد القراءة. لا بد أن يرتبط المسلم بهذا القرآن. بل هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات، يحسن بالمسلم أن يكثر من قراءة القرآن تزوداً بأعمال الخير. في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ونحن إذا تابعنا سيرة السلف الصالح وأهل الخير والزهد والورع حتى في الوقت الحاضر، نجد أنهم يفرغون أنفسهم في رمضان لقراءة القرآن، سواء كان هذا الأمر في الليل أو في النهار. ومعنى هذا أن يكون الإنسان مرتبطاً بالله، بربه، بخالقه، لأن القرآن هو كلام الله أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغه للناس وليسير الناس عليه. ومن هنا فالقراءة أو قراءة القرآن من أهم الأعمال في هذا الشهر.